السلام عليكم. اليوم فيديو جديد في قناه اجي نصيدو جوج، يعني القناه جديده. ما يمكنش درنا قناه جديده وما نديروش فيها رحله ديال الصحراء، يعني اخف النيل مرسى ديال الوطيه مباشره. اختصرنا بزاف ديال الطريق، كاينه تقريبا واحد 13 ساعه ما بين كازا والمرسى ديال الوطيه، اختصرناها كامله فيها غير الملل. وغادي نعاودوها، يكونوا ديجا الاخوان اللي كيتفرجوا فينا يكونوا شافوا فيديوهات راه كنديروا فيهم الطريق وبزاف ديال المسائل للمبتدئين. المهم كنتمنى انكم تدعموا كاملين الفيديو بالاعجاب وشي كومونتير زوين، وتشتركوا في القناه، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد مني اللوحو مباشره. اول حاجه اللي غنديروا بعد وصلنا للمرسى ديال الوطيه هي غادي ناخذوا الطعمه. قبل هذا الشيء كامل تلاقينا مع واحد الاخ اللي سميتو حاتيم، نبغيكم كاملين تدعموا القناه ديالو، هي غطى عليكم هنا ولا هنا. ملي بدات القناه من 1000 ابوني هو صديق ديال الصفحه، كنت باغي نتلاقى معاه دابا شي عامين، الحمد لله تلاقينا معاه. حسن الضيافه والكرم الصراحة كلمة الشكر ما غتشوفيش داكشي اللي مهم. إخوان نتمنى أننا نمتعكم في هذا الفيديو وفي هذا الفلوغ، ونتمنى أنكم تكملوا. اش كدير دابا أخويا؟ كنجمعوا الطعم. كنجمعوا الطعم ياك. زينا جينا هنا وتحنا سرنا في الطعم. مرسى ديال الوطية جاعل. أي كفايلة. مرسى ديال الوطية جاعل. الدراري كاملين خدامين دابا. جينا من طنطان ومن جوج سل هنا. معنا الرئيس حاتيم حتى هو، راه جينا معولين على السردين باش نشدوه. الرئيس شلغلة. ايوا الله يتجوج شتا. جبتها من عينيه نشوف. ضربة من فمه. ها اللي ما بغاش يصيد الحوت ياك. تبارك الله عليكم الاخوان، قلنا لكم ما كيلو ديال الكابايلا اخويا ماشي خنشة. نتوما جمعتوا خنشة اصاحبي. اخو الخوت اكيلو 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 بركه ماشي خنشه. سير اسمع. الله 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 الله. وفين هي الحصيله؟ فين هي الحصيله؟ الحصيله جايه. تبارك الله هذه الطعمه خويا، راه كيقول لك شو هذاك الشيء طعمه حيه حيه. حنا راه كنصيدوها بالحيه خويا، كنعزل كاين الحي. ما كايناش الطعمه خويا صافي ريوسنا. لقينا كاع الباركوش واقفين، راه هما كاع واقفين. كلشي باقي حي كيفركل. شوف باقي الطعمه ديالي. خدمت بالشبكه ياك العبالي. الطعمه راهي باقا على الطعمه. الله يسمع عليكم. يلاه نتلاقاو في العلاوات. اول حاجه درنا هي هبطنا الحوايج ديالنا. انتوما كتشوفوا راه الحي ثقيل عندنا. اخوان حاتيم والصديق ديالو راه كيدقوا كيصوبوا في الكيطون. اول قربتو تكملوا خويا ياك؟ هذا هو المبيت اخويا حاتيم ياك؟ ان شاء الله ما غنباتوش اليوم، ما غنباتو كنصيدو ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن. الاخوان ليكيب. المهم راه هذا هو المرقد الاخوان، حنا وصلنا. المهم هنا يجب الحيطه والحاضر، غادي نصيدو في هاد العلاوات كيف كتشوفوا الاخوان. البحر زوين، قال لي الرئيس حاتيم ديال النبيره، غادي نتوكلوا على الله في هاد العلاوات. الفيديوهات راه تقدروا تشوفوهم في الليل، غتكون طاحت الظلمه ملي غنبداو الصيده. المهم هي اول شحيطه ياك، اول شحيطه اخويا حاتيم. شنو هو هاد الحوت هذا؟ سليتيه. سليتيه، هذا هو القرب الصغير. صغير القرب هذا، راه هنا كيبر السير على الله لوحو اخويا. يا والله يسخر الله يسخر الله يسخر. ها القيطون ديالنا راه قادينا حنا، راه سكر الاقتصادي عندنا تما. بارطمان وسط بارطمان. بارطمان الاول هذه الطواليت. لا لا هذه اش من طواليت، هذه الحمام. هذه هذا هو البرتوج ديال الشلغامي. البرتوج ديالنا حنايا ديال الله عليك. الصالون اخويا تبارك الله. والله الا الصالون. والله الا الصالون. راه في كلشي صالامون جاي صالة ديال الجلوس. مرحبا والله الا مرحبا. اي والله يسخر الامور الله يسخر الامور. الرياس والله الا اول سمكة للرئيس ايوب مع اول اش؟ شحيطة. اول شحيطة اللهم يسر. سليتية. سليتية اخويا اللهم يسر. دابا طاحت الظلمة تقريبا، دابا راه اول شحيطة انا غادي نشحط. المهم الاخوان حنا كنشاركوا معكم كاع اللحظات، ما كن قدي الطعيمات ديالي وما هادو. هما الطعيمات، ها هما طعيمات السنان راه كيبانو ليكم. يمكن هادي طعمه ناضية شا هادي غتجي. السليتية غادي
المهم غنزيد عليها واحد شويه ديال زيت كافايلا باش نسمها بحال هكا بحال هكا. زيت ارغان وهذا اي والله ما يسر نشحطوا على بركه الله. مونتاج راه عادي الاخوان مونتاج مونتاج عادي مهم الاخوان. بعد مباشره ديك الطعمه اللي صوبنا قدامكم ودرنا لها شويه ديال الزويته ضربت عندنا هاد النبيره الصغيره حنا كنقلبوا على الام نتاعها هادي غادي نشدوها دابا نقدروا نخليوها. المهم الله يجعل البركه راهو كان بعدا اول طونسيه. المهم الاخوان راه هادي ثاني سمك كاين غير سليتي هاد التفاده هي صغيره المهم هي غير غنطبخوا شي تعيش تعيش الله سليتيه هادي ما هو سليتيه ولكن حتى هي ما دايزاتش ما دايزاتش كاين رجع كاين رجع نصيدو على البلاط الحياة. المهم الاخوان راه المنزلة ناقص كاين غير هذيك السليتية وديك الدبدوبة قصيرة صغيرة ما كنرجعو داك الشيء. إذا غنديرو الطاجين بلا حوت بالحوت اضطرينا اننا بزز غادي نديرو واحد سليتية هي سليتية واحد النبيرة صغيرة تا هي هي كنوضرة كاينة هنا. المهم غادي نبنو بهم هادو صافي راه عولنا زعما غندير الله يجعل البركة اللهم هما بعدا يبنو لنا الطاجين ولا والو ياك اخويا الحسن. اينا اخويا الرئيس ايوب قد لينا الكوزينة ديالنا كوزينة متنقلة هادي اخويا ايوب ياك زيت العود كمون لعيبات قهوة اخويا تبارك الله عليك الومنيوم. المهم راه الطاجين غادي كيوجد هو هذا الطاجين. نمشيو نشوفو الرئيس حاتم واش عندو شي قيس واش كاين الرئيس حاتم كاين شي قيس اخويا موفيطة سليتية صغيرة راك شتي البحر قبوله كيكر راه ديال ابلا وياه بحال الصفاوة زوين زوين تقول الشحاط يهود عليه ولكن مكاينش مكاينش. المهم نكملين معاه حتى يبان الحق من هذا المنبر كنخليو ديديكاس للاخ ديالك منصف ياك منصف تا هو راه رئيس رئيس قديم ديال القصابة ومعنا الرئيس بدر الرئيس بدر الله يبارك. المهم الخوت دابا راه الطاجين وجد دابا شي الوحدة الليل يمكن ولا الجوج. المهم راه حصيلة مابقات لا حصيلة لا والو الحوت قلال مع المخوة غادي نضربو الطاجين هذا وغندخلو للسكن الاقتصادي ديالنا وغادي نجبدو عليه ياك الحسن اخويا راه طويجين الله يعطيك الصحة الله يلا طاجين اخويا. المهم الخوت راه مباشرة فيق من النعاس دابا صراحة عسنا واحد شوية ارتاحين واحد ثلاثة السوايع دابا يمكن شي سبعة ديال الصباح. السلام عليكم. واش كاين شي حوت ولا منوضينا كامرون فين هو الحوت واش كاين شي حوت ولا منوضنا اخويا؟ اخويا برشا كاين شي حوت؟ اخويا الله شحق سير اللهم يسر اللهم يسر. يلا كنشعلو في خرات دابا مع الرئيس ايوب باش نفطرو ايوا غادي نتحركو من هاد المركز غادي نمشيو لشي مركز اخر ان شاء الله. نرجعو ان شاء الله. مرحبا بك مرحبا اللهم يسير تبارك الله عليك اخويا حسين اللهم يسير تبارك الله عليك
المهم الخوت هنا راه انتهت الرحله ديالنا، شونا تودعنا مع الاصدقاء. صراحه حصيله كانت ضعيفه، كان غير ابلاغ وسليتي يا الصغار، كنا كنشدو كنرجعو للشطاجين. المهم الليله دوزنا غير تحينا فيها، غادي نلوحوا هذا الفيديو وان شاء الله غادي نتبعوها فيديو ديال العائله. المهم ما تنساوش لايك واعجاب لهذا الفيديو، واخا فيديو ناقص فيه الحوت، المهم راه كنوصلوا لكم داك الشيء كيف هو، كيف كنعيشوه كيف كنوصلوه. المهم نتمنوا تكون شي حصيله زوينه في العائله، بقاو فيديو غادي يتلاح ان شاء الله بعد 3 ايام ولا 4 ايام حتى سيمانه ان شاء الله. المهم بيس ليكم الخوت، تبارك الله عليكم.